شفت ازاي وجود امام عاشور لوحده في نص الملعب؟ امام عاشور كان عنده واجبات كتير جدا، الملعب وسع جدا وكبر جدا على ان لعيب واحد يغطي المساحه دي في مركز ستة واللي هو مش معتاد يلعبه. شفت ازاي نص ملعب الزمالك كان فاضي بشكل كبير جدا، وتواجد امام عاشور لوحده في نص الملعب كان ايه اللي المفروض يعمله كارتيرون عشان يبقى خط الوسط لحمه واحده كده ويبقى في قوه في مجابهه هجمات الوداد؟ بص خلينا نتفق، امام حتى لما بدأ يلعب في نص الملعب كان بيلعب وراه طارق حامد، فكان طبعا كل الواجبات الدفاعيه دي بتاعت طارق، وامام كل شغله ان هو بيربط ما بين يساعد مع طارق حامد في الدفاع ويربط ما بين الدفاع والهجوم، فامام اصلا بيطلع قدام على طول، عايز يطلع على طول، فكنا بنشوف اصلا امام امبارح في وقت كتير جدا هو عنده واجبات دفاعيه جدا، فانت عامل له ارتباك، هو عنده دور بيعرف يقوم بيه ان انا اطلع وابيع نفسي كده عشان اللي ورايا يلم، يعني كان يطلع امام يبيع نفسه ويضغط على اللعيب اللي معاه الكوره فالكوره تبدا تطول منه او يتلخبط فطارق حامد يلم وراه، فهو مش عارف يعمل ده امبارح، امبارح كان بيروح يضغط يلخبط اللي معاه الكوره ويجي ياخدها يلاقي واحد تاني من الوداد بياخدها، معهوش حد، هو لوحده، فده كنا لسه بنتكلم في ده، الدنيا فاضيه معاه خالص، هو لوحده، وهو كل ما يطلع خلاص الدنيا راحت، هو ما بقاش معاه احد، بقى لوحده، وبعد كده بالتالي لعيبه الوداد بتاخد الكوره ما بقاش فيه خلاص جاب الدفاع قدامه غير الاربع مدافعين، فهو لا هو امام انت ضغطته، خلينا نقول كمان ان امام لو بصينا على الماتش امبارح الشخص الوحيد اللي كان فاقد اعصابه كل شويه ممكن يدخل في خلاف مع حد كان امام من كتر الضغط اللي كان عليه، هو كان حاسس برضه، هو انت بتتكلم لعيب صغير امكانياته كبيره ولكن في الاخر هو لعيب صغير، فانت ما ينفعش تحط عليه الضغط ده كله وتسيبه لوحده، هيخرج منك من الماتش وهتخسر كتير، انت اللي خسران،